الحديث عن تطورات المشهد السياسي في لبنان والاحتقان الشعبي وسط الحديث عن تزايد عدد المهاجرين خارج البلاد، معنا من طرابلس الكاتب والمحلل السياسي اللبناني علي شندب. مرحبا بك أستاذ علي معنا. مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا بك. إذن مجلس النواب اللبناني يختار رئيسا له، كيف تقرأ مدى الاعتراضات على تكرار ترشيح السيد نبيه بري؟ يعني هي الاعتراضات لافتة غير مفاجئة. لبنان حدث فيه عملية تغيير، لكن هذا التغيير لم يؤدي إلى حصول اختراق عميق للنظام السياسي اللبناني، وهذه الاعتراضات لن تغير من النتيجة شيء. غدا سيكون نبيه بري هو رئيس المجلس النيابي لدورة نيابية جديدة، سينتخب غدا وبحوالي بأكثر من النصف زائد واحد. بكل حال، المعركة اليوم هي على نائب الرئيس. نائب الرئيس هي المعركة التي تدور رحاها اليوم بين الكتل السياسية، وأيضا أن هناك من تحدث عن أكثرية في لبنان، نجده وأعني به القوات اللبنانية، نجدها بأنها سحبت مرشحها غسان حاسباني لنيابة رئيس مجلس النواب لأنها ضمنت سقوطه وليس نجاحه، وبالتالي الكلام عن أكثريات وأقليات لم يعد له مكان حقيقي، لأن عندنا مثل يقول الماء تكذب الغطاس. لا يوجد في البرلمان أكثرية، هناك مجموعة أقليات لابد أن تتوافق وتخلق حد أدنى من التوافق، والتوافق حسن. اليوم جرى على نبيه بري رغم الورقة البيضاء من قبل القوات اللبنانية بخصوص وبعض المستقبل. نبيه بري أستاذ علي، يعني عدم وجود أي مرشح ينافس نبيه بري طوال هذه السنوات التي يعني تسنم في هذا المنصب، ألا يؤشر إلى إخفاق النظام السياسي عموما أو العملية السياسية فلنسميها في لبنان؟ أولا، من الناحية الدستورية، يعني هذا المنصب رئيس مجلس النواب بخلاف رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية لا يحق له الترشح لدورة ثانية مثلا، بينما الأمر من الناحية الدستورية يجيز لرئيس مجلس النواب أن يترشح لدورات متتالية، وهذا ما حصل مع السيد نبيه بري. هنا الأمر أعتقد بأنه ينبغي أن يصار إلى تعديل دستوري من جملة التعديلات المقترحة، حتى لا يبقى مطلق شخص بغض النظر عن الكفاءة أو عدم الكفاءة. بدون شك في نوع من الاستعصاء في النسق السياسي اللبناني، لأن ديمقراطيته الهجينة قائمة على ما يمكن أن نسميه بالديمقراطية الميثاقية، والتي يسميها البعض ديمقراطية توافقية. وعندما تقول توافقية، التوافقية هي مقتل الديمقراطية، لا ديمقراطية مع التوافقية. هذا الانسداد السياسي الحاصل الآن في لبنان يأتي مع هجرة لبنانيين إلى الخارج، ما خطورة هذه الهجرة أستاذ علي على المجتمع اللبناني والاقتصاد اللبناني في بلد يعني بحجم لبنان ونوعه؟ بدون شك هذا مؤشر خطير وخطير جدا، وأنا أشك في أن الأرقام التي وردت في التقارير الصحفية عن حوالي 1005 هذا رقم ضئيل، لأنه ما يجري توثيقه هو عن العمليات التي تمت، وبالتالي في هناك الكثير من العمليات الهجرة قد تمت عبر الشواطئ اللبنانية، وخصوصا من شمال لبنان مدينة طرابلس وشاطئها الطويل، تمت ولم يعلن عنها. الناس تهرب من جهنم، تفضل الموت في وتأكلها الأسماك في أعماق البحار على أن تبقى في ظل هذا الوضع المالي والمعيشي الخطير والمتدوي، في ارتفاع خطير للأسعار والدولار، وانهيار كبير للقيمة الشرائية للليرة اللبنانية، وأيضا في اقتصاد مأزوم كما نعلم جميعا. إذن من طرابلس كاتب والمحلل السياسي اللبناني سيد علي شندب، شكرا جزيلا لكم.